غادي لتركيا مرة غادي نجيب لك الشكلاط ونجيب لك القهوة، القهوة والشوكولاتة. ما تكبريش فيهم شي. باطون ولا شكلاطون ولا قهوة ولا زلاطون؟ أنا بالي غنجيب لهم زلاطون. لا 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 لا. شنو بغيتي؟ قهوة. أنا ويونس إن شاء الله لتركيا بإذن الله، دعواتكم معنا. صيبت الباسبور، صيب هو الباسبور، صيب كل شيء. غادي نمشيو إن شاء الله، غادي تحطنا الطيارة. أقسم بالله تضربني بالجنون. شدي العجلوس بغا يقطعو. بغا يقطعو أه. قطع لي. قال لي شدي شدي ويدير لي بيديها، واش بالعالي ولا بالصح؟ ولكن أغلبية غتكون بالعالي، أنا شوا إيديسيون. راكم عارفين على القلب على القلب على اللسان. أنا تقيلة كاع ما تديني البرد كاع ما يطلع بيا المنطاد. أنا غنطلع في المنطاد يبغاو يطلقوا واخا يديروا لي العافية كاع ما يطلع. مهند مهند. نجيب لك كوزا ولا نجيب لك مهند؟ شنو نجيب لك كوزا ولا مهند؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ واش كتعاودوا مزيان الامور؟ هانيه هانيه الامور. فيديو جديد ونهار جديد ان شاء الله، ما كاين غير الضحك والنشاط والطاقه الايجابيه يا ارحم الراحمين. المهم اخواتي انا راني غادا لتركيا ان شاء الله، غادي نمشي انا ومول داري نمشيو لتركيا. جات عندنا السيده كتصايب الايمان الضفاري، وحسدوني حسدوني والله هما كيصايبوا بحالي. انا غادا نمشي ندوز العطله واحد 15 يوم، نادو حاجديني تا هما باغيين يقادو، ايوا انا اللي خاصني نقادو المطار. وحنا دايرين الدفار تحرم، قالت لك انا نمشي للمطار نوصلكم للمطار. ايوا اخوتي ان شاء الله غادي نصيب الضفيرات ان شاء الله، غادي ندير بيغمان. شنو شو كيقولوا لي اختي؟ ندير لو جيل. صراحه واحد البنيته ظريفه كتقرا في المدرسه، صراحه انا نقول لكم كتصيب زوين، وكتصيب بثمن مناسب جد 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 جدا، وثمن محترم. ساكنه في دوار الحاجه، تحيه الناس ديال دوار الحاجه من بيزنطه لزيد لهي، دوار الدوم، جبر الرئيسي، القريعه، حي الصناعي، حي النهضه، شنو اخر؟ اليوسفيه. اليوسفيه ما كاين غير النشاط صراحه، احنا عائله مع بعضينا. قولي ليها، قولي لهم كتصيب الضفار، كتصيب الشعر، كتصيب كتجي حتى للدار مسكينه. وحنا هاد السيده هادي صاحبة أمينة، خلصنا فلوسنا، ما زعما مسكينه ما غنضيعوهاش. ماشي إشارة نخلصها بفلوسي، إيمان تخلصها، سمية غادي تخلصها، غير هي مسكينه كدير ثمن مناسب جد جدا، والصراحة كتصيب أحسن من الصالونات. ومسكينه ما كتجيش تزيد عليك الطريق ولا تزيد عليك الطاكسي ولا تزيد عليك جات لعندك الدار ولا. مسكينه انا بغيت نعاون هاد البنيته هادي، بغيت نساعد هاد البنوته باقا صغيره قد امينه تاهي الله شدات الباك، بنت غزاله جربوها، وبغيناك تجربوها. واللي جا مع عند فاطمه غدير لي كود برومو، كدير الشفار، الضفار، الحجبان، لاسيغ في المناطق الحساسه، بروشينغ، توشينغ، كلشي كتصايبو. داكشي اللي كتمشي هي كتدي بلاصه مسكينه، الماكياج كدي بلاصه مسكينه في الديور. المهم اللي بغات تواصل معاها. شحال نمرت كسميتك؟ قولي اه تديري اش تقولي تنكتبها في اول تعليق انستغرام. ندير انستغرام انستغرام كي غندير غندير نكتبو كيكون في البيو في البيو تحت. ما نعرفش كتصايبوا لي سمية انا هذاك. المهم اخوتي اعطيكم انستغرام ديالها، تجبدي لي تليفونك، تجبدي لي تليفونك ونعطيكم انستغرام ديالك. اجوريهم غادي تدير دير اول تعليق وما غادي صايبيها انت، غيبركوا على انستغرام تصايبوا لا تصايبوا نصايبوا صافي. المهم اخوتي الصراحه كتصايب زوين وطريفه، صراحه كتصايب زوين. انا بعدا وانا نقول لكم تقولوا لا راه بيبليسيتي ولا سميتو ولا بغيت نعاونك. كي هاد البنيات الصغار ملي كيكون عندهم واحد كيكون عندهم واحد الطموح تيسميتو تيخدموا على راسهم، تيعجبني الحال تيعجبني الحال. وانا قلت لها غادي نلوح لك الكره وسيري الله يسهل عليك. المهم انا غندور لكم ايمان فيرات، ورينا ايمان اليد الاخرى. هادي مازال ما قديتهاش، يلاه غتبرد. اه ها هي كتبرد ليها هاد البرداتهم. ما زال عاد تقد لي ديزاين. صباحك. صباحك. المهم انا ملي غتقد لي غادي نوريكم مع بعضينا، عائله مع بعضينا. انا كنت باغي نصيب نتا بلاتي. علاش؟ ها؟ حنا نمشيو تركيا. نمشي الحمام باش نصيب ضفاري، علاش نمشي الحمام؟ صراحه عندها الفينيسيو زوين. اه تا الفورمه زوينه. كتقد لك نفس الفورمه اللي جبتك لي، وريهم تقليد. مازال مو مازال ماشي الحبابات كدير ليها قليب. ها عندها داكشي غير في يديها بلا ما تجيب قليب، وسميتو كترسم هي داكشي. هي راه خوتي راه رسامه. ايمان نشوف الضفيرات. حطيهم حطيهم فين كنتي؟
في قليل. اوه كيوت. شوفي عرفتي هذا كديري قاعده ديري فيه قليبات بزاف وهذا هذا شوف هذا ديري فيه قليب وذاك ديري فيه قادوس ومنين تحيدي قادوس ديري طبالة تما حتى المتبعين ومنين تسالي ديري حفرة. لا راسها هذه قطع لك شي بالمونطاج. لا والله ما نقطع علاش نقطع؟ مالي انا مالي اختي انايا كنشارك كلشي احنا عائله مع بعضينا. خدمتها زوينه خدمتها زوينه البنات. انتم البنات راه درنا كاسكروط شوف شو بنت سميه فين حطات البراد من حطينا احنا سميه واش بنتك اللي حطات هذا سيري انتم هجمتوا عليا هجين داري دار ودار اختي هادين دار اختي هادين يا البنات مرحبا بكم الحباب ديالي مرحبا بكم وديري لهم الف مرحبا انا كندير الحليب البنت نوريهم يجي البنات سالات ليها دابا دير ليا لافازي شنو ديري لها اختي شنو هو طوب كوت طوب كوت صحابني بوب كورن زعما ندير لها كوكوت حنا عائله مع بعضينا السلام عليكم قلت لكم بغيت نقول لكم تركيه وتوحليه السلام عليكم المتبعين كي دايرين بخير لاباس عليكم انا كنحيد الجلده الميته ديري 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 الحق شي المامور فاش كنحيد الجلده الميته مثلا الصفار ندير كور كور واعطي الاحور المهم اخوتي ان شاء الله كنصيب الخيرات غادي نمشي انا ويونس ان شاء الله لتركيا باذن الله دعواتكم معنا صيبت الباسبور صيب هو الباسبور صيب كلشي غادي نمشيو ان شاء الله غادي تحطنا الطياره وغادي نمشيو غادي نمشيو ناكلوا واحد اش كيقول لي هذاك شنو كيقول هذاك اللعيبه لا ماشي السوشي لا كما كناكلو انا هذيك اللي معروفه فيها شي اكله معروفه فيها تركيا الشاي ديالو واش ناخذو ناكلو غير الشاي نشربو غير الشاي انا داك الشاي كيعجبني ديال الماء الصغاري حتى كديري الماء كتكبيه فوق اتي باش تكبي فوق منو الماء ياك هو داك الحمص الحمص ان شاء الله غير غناكلوه غناكلوه وغادي نجيو ان شاء الله بغيت انا الشاي التركي بغيتو بغيت انا كيعجبني الماء الصغاري ايوا ان شاء الله يا البنات غادي نمشيو لتركيا دعيو معنا طريق طريق السلامه غنمشيو غتحطنا الطياره في نفس النهار غادي نجيو صراحه هاد البنيته هادي صراحه خدمتك متقونه والله واش خدمتك متقونه تقصير دابا البنات قولوا لي شنو نجيب لكم من تما البيجامات شنو نجيب لكم البنات شنو نجيب لكم البنات الحرام اللي كتصورني زين كتصبع عليا الله ينعل والديك الحمار حسن متبيعي ان شاء الله اخوتي تما غادي نمشي نجيب البيجامات البيجامات ديال تركيا راه رخاصين البيجامه الواعره 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 ديال 30 درهم غنجيبهم نعاود فيهم البيع ان شاء الله اي شوف اخوتي اش كتحيدي الجلده الميته انا واقيلا ما عندي جلده ميته انا عندك جلده حيه وريتي هما داك الصبع اللي ضربني يونس بيه في الجنويه اقسم لكم يا عمري تصور تقول عندي عيب خلقي هنقول لكم اخوتي هاد الضربه هادي كنا مشينا للشمال شحال هادي قبل ما نديرو اليوتيوب كنت كدير الكاميرا مضببه قبل ما قبل ما نمشيو اليوتيوب كنا الشيخ في يامات العز لا باقي العز الحمد لله كان شيخي تما خدام كنا كنمشيو لعندو للدار داك الشيء وشيخي رحب بينا وجاب لينا عدروس ايوا ذبحناه ايوا منين ذبحناها البنات انا ولوسي امل مرصاطين على اللحم انا ويونس داك الشيء قلنا لهم والو داك العدروس غادي يطيب طيب نادرتو انا درت ليه التشرمي اللي طيبتو خشيتو في الفران داك العتيريس خشيتو في الفران ملي خشيتو في الفران كليناه امل جا وجع في كرشه كانت غادي تموت انا يونس قال لي شدي معايا واحد الكتف ويطير لي الجلده واللحم والعظم طيروا لي قسم بالله ضربني بالجلده شدي العجروس بغى يقطعو بغى يقطعو اه قطع لي قال لي شدي ويدير لي بيديها واش بالعالي ولا بالصح ولكن اغلبيه غتكون بالعالي الناس شويه ايديسيون راكم عارفين على القلب على القلب على اللسان ايوا خوتي وصافي ودابا انا ولوسي امال ويونس غادي نمشيو لتركيا ان شاء الله غنمشيو نجيبو تما قالك البيجامات ونجيبو شنو اخر نجيبو الشاي بغيت نصدق هذاك الشاي يا حياة المتبعين كتخربق في الهضره اش كنخربق في الهضره الشاي وبيجامات شوفي غير بنتك كتشرب العصير تطيح على رجليها المهم اخوتي قولوا لي اخوتي دابا انا خفت من ديك الطيار ديك التزعزعه خفت دابا شنو ندير اخوتي نمشي ولا بلاش نمشي نمشي سير لديك الشومبرير ما عرفتش كيسميوه شومبرير كيطلع في السما شومبرير شنو هو المنطاد المنطاد
مولا اختي مشينا انا ثقيله كاع ما ديني البرد كاع ما يطلع بيا المنطاد انا غنطلع في المنطاد يبغاو يطلقوا واخا يديروا لي العافيه كاع ما يطلع القضيه القضيه خاطره كنا غنديروا حنا في مراكش بقى فيا بقى فيا بقى فيا داك الناس اللي في العرس ديال العراق دوك علموني مرضوني بصحتي تعزيه الحاضر تعزيه الناس ديال العراق كاملين والجاليه اللي كاينه في العراق صراحه شنو نقول لكم والله الا بقاو فيا مسكينه ما فرحاتش براسها هي ولا شنو قال لك عرفتي شنو قال لك شحال هما مساكن مع بعضياتهم وتحداو العالم وتزوجوا قال لك مسكين كان كيخدم باش يحيط في العراق قال لك ضروري كيديروا عرس كبير ولي عينها غرغرو مالكي وبقات فيا ما فرحتش براسها ما فرحتش هي وراجلها مات ليها امها مات ليها باها مات ليها خوها مات ليها خوتها بقات بوحديتها والعريس وقيلا ما عرفت مات ليه غير شي 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 بعدا مات ليه امها لا 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 مات ليه امها صافي والبنات قولوا لي شكون اللي بغات شي حاجه من تركيا نجيبها لها يلا انا نتسناكم جيبي لينا غنجيب لك انت شي راجل عندنا كوزان دوري دوري لا مهند مهند نجيب لك كوزان ولا نجيب لك مهند شنو نجيب لك كوزان ولا مهند كوزان ونجيب لك نادير لا عندنا بنت جودي كتشغل نجيب لك نجيب لك اوتمان لا جيبي لي بابلو اسكوبار بابلو اسكوبار كاع ما يجي معنا في الطياره كيجي بابلو اسكوبار ما يجيش معنا بابلو اسكوبار عنده طياره خاصه ولا نجيب لك نجيب لك لا مهند استريلا مارينا اوه على استريلا مارينا لا عجيب لي خلود راجلها راجل خلود اللي لابس عليه ماشي هذاك نسيت على سميتو ماشي كامل منتصر نجيب لك منتصر لا ولا غادي نجيب لك هذاك الغلاي هذاك انا كنجيبو الايمان كيفاش اختي داك الغلاي داير المونتاج اللي كان قالك بحال با با باتخولود باتخولود وي باتخولود بتخولود بتخولود انت جيبوا لك داك اللي دايرين مسنانه بحال هكا خلاص انا يعني فير باتمان تجيبي لي انا باتمان شوف زعما خمزه زعما والله تبارك الله الله يبارك وزيد في ذلك الرجوله انا ماشي كنقولها اصلا من بلا يجيب لكم فم السبح شي انا اليوتيوب هذا والله ما كرهني نخرج منه بالليل وبالنهار حق لا الى يجيب لكم من فم السبح غير شي متتبعين غير ولفت المتتبعين ما نقدرش نخرج دابا يعطيني تحدي يقول لي المتتبعين ولا انا الله يسر نزبرها غنجيكم الصراحه ما نقدرش نفارق اليوتيوب يعطيني تحدي بيني وبين المتامنه كدير ليا اشوف هذا الفيديو غيعطيني لا ما يشوفوش هو الاول ولكن انا قلت لكم كيجي مثلا مثلا خلتي المتابعين قالت لكم هو الاول انا قلت لكم امينه ما تهزيش الكاميرا انت كتضحك صاحبتي تما غتبرط ليا الناس هذا قلت لكم اخوتي صاحبتي نهضروا صاحبتي الفيديو ما تقطعيش الفيديو ما تقطعيش خلي الفيديو على الصوت ما تقطعيش زعزع صوتي انت ما كتبغيش تزعزيع كنت قلتي لنا اللي ضحكنا وما نزعزعوش قلت لكم اخوتي يونس والله الا كيجيبها من فم السبعه اقسم بالله زعما منين تزوجت به الصراحه خدام الصراحه كيدير مرضي على راسه والله زعما ماشي غنشكرو في الغيب صراحه مسكين ظريف والله عمر هذا صراحه بدون نزاع وربنا من البلاد الدار وربي اختي شنو هاد الفرقه شنو لقيتوش غندير لك راه الليله تكبات ديري بقيتي الشارجور انا قريبه وريهم وريهم الوالده وريهم وريهم الفرقه ايمن قولي لهم السلام السلام عليكم انت مياكيو انا غادي لتركيا مرة غادي نجيب لك الشوكولاته ونجيب لك القهوه والشوكولاته وري المتبعين ما تكبرش ما جيتش فيهم شي المتبعين ديالنا كيدايرين لاباس خدام عصر انا واش نبغي تحسبتي قالك شنو بغيتي نجيب لك امي من تركيا ساباتون ولا شوكولاتون اش بغيتي امي بغيتي نجيب لك ساباتون ولا شكلاتون ولا كهواتون اقسم بالله العلي العظيم الا كتخدم الختمه متقونه تبقى معاك حتى ساعتين ديال المكانه لا اله الا الله صاحبه امينه تعامل اللي بغا يجي عندها على انستغرام فاطمه الزهراء زريوي فاطمه الزهراء زريوي ولا لا حبسي ما تشديش ليا وجهي شدي ليا يدي المهم اخوتي والله الخدمه عندها متقونه اقسم بالله العلي وكتعطي معاك الخاطر وما كديرش لك هذاك الشيء ديال الوز حيد ها انتم اخوتي وانا اصلا قالت لي البنت تبارك الله يديك زوينين كيجيو مع مطفريه كاع البنت ياك اختي وتي دوي ما كيفك الزيزونه ها انتم اخوتي
ويلي البنات تبيراتي شفعيني حيتي شيدي واش قربوا شي حدا وجهك وي ما خوتي بسلام عليكم صافي فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه. هذه البنت هذه كتخدم باتقان اتقان اتقان ديال الاتقان وكتحك الخاطر وكتحيد مسكين وليت انا كنقولها بركه اختي طيبتي ليدي مع السلامه سلامك بارك. انتوما يا البنات بعد ما تعشي بعد ما صيبت طفيراتي ها هي الوالده مسكينه كتحط لينا اللحيمه غنتعشاو بالبصيره نعطيو لهذيك البنت هي مسكينه تعشى اللي صايبات لينا الظفار امي دارت عليها وديتها العشاء دابا يقول لك العجله اللي في طاسه اوني هاد الطاسه ديال اوني هي اللي كتشري لنا ليه الطاسه وكيسيلوا ليه مع الطريق عزيزه درتي العشاء على وديت البنت ايوا والله درت العشاء على وديتها قيله مسكينه خدامه واحد البنت مسكينه خدامه على راسها ياو درت امي العشاء درت لهم طبيصيل ديالهم ايمان وامينه ما غيتعشاوش ما كياكلوش اللحم غنتعشى انا امي امي الا ختمي معاهم الفيديو السلام عليكم تلقاو فيديو جديد ونهار جديد مع سلامة عندي الحيمات الحيمات درتهم البصيلة يلا عمري غنمشي لتركي شنجيب لك جيب لي القهوة واخ